خيال، انتي ليش ما عم تردي علي؟ ماما صباح الخير. صباح الخير حبيبي. تعا تعا. أخ كيف صرت؟ منيح. جدو مو هون؟ مو هون حبيبي. وين راح لكان؟ جدو راح يترك البيت فترة. هو راح لأنه تخانق معك؟ ليش تخانقتي أنت جدو ماما؟ ما في شي مراد حبيبي، أنت لا تشغل بالك، هالقصص بتصير كتير. بس أنا هلأ بدي أشوف جدو، لازم تتصالحوا مع بعضكم مشان الله أحكي مع جدو ماما. أنت طلباتك أوامر، اللي بدك إياه بيصير. أخ بس أنا قلت لك القصة بيني وبين جدك، أنت لا تهتم هلأ ماشي؟ برافو عليك. ألو خيال، أنت منيحة؟ صاير معك شي؟ ليش ما عم بتردي؟ لا كله تمام عادي. وكيف مراد هلأ؟ منيح كتير. امبارح وأنا عم بتصل فيكي وما رجعتي حكيتيني أبدا. أنا تعبت شوي ونمت بكير لهيك ما قدرت رد على مكالماتك. أنت صاير معك شي قصة يعني؟ حطيت المذكرات لسركان. قال شي؟ لا خلينا نلتقي بالحديقة ونحكي بالموضوع هنيك. مو مشكلة، مو مشكلة. تمام، بشوفك. ماشي بشوفك. دور مين هالمرة؟ هالمرة شيرمين. ليش؟ من جهة حياة المرأة، ومن جهة تانية هو ابنك. بدك نخسر الولد مشان هديك المرأة؟ فهمت السيد توفان وقال إنه ممكن يساعدنا نلاقي متطوع للقلب، بس لنضمن نجاح العملية لازم تنعمل برا البلد. أكيد تمام، منيح كتير منيح. وأنا شو مطلوب مني جاهز، بس لازم نستعجل. إيه تمام تمام، مثل ما حكينا واتفقنا. لا العفو، هذا واجبي. ولو ألو نعم هاندا، ليش ما عم تردي على مسجاتي؟ في شي؟ أنا مزعلك بشي؟ لا أبدا ما في شي. شو عم تعملي؟ ولا شي. كنت بدي خبركن عن وضع مراد وحالته الصحية هلأ. فيني شوفك أنت وخيال حتى نحكي شوي؟ أكيد، أنا بكل الأحوال بدي شوفها اليوم وهلأ كان طالع. ممتاز. طيب لكن بشوفك، بس يمكن اتأخر شوي لأنه عندي شوية شغل ضروري. ماشي؟ تمام، يلا باي. لنشوف إذا رح تتركي ولا رح تضلك معه يا زهرة. رح نشوف شو آخر هالقصة. حجرة ورقة مقص.
أنا ربحت لأنك أشطر مني. مرة تانية حجرة ورقة مقص. مراد خالي هاندا، يا روحي أنت كيفك؟ أنا منيح خالي. وهي لمين؟ شو هاي؟ طيب افتحها وشوفها. جايبتي لي سيارة ماما. خالتي هاندا جايبت لي سيارة. إلا شكرا للخالة هاندا. شكرا كثير خالة على اللعبة. طيب يلا يا شاطر، ما بدك تلعب فيها؟ خالة هاندا، تعرفي إنه جده ترك البيت؟ ليش؟ لأنه تخانق هو وماما. مراد حبيبي روح العب باللعبة الجديدة هنيك. يلا يلا حبيبي، واعطيني شنطتك. هات. اوف، شوفي عن جد انتو تخانقتوا؟ شو صاير؟ قايل شي عن امي او عن الست جوليا؟ تخانقنا على نفس القصة، شو بده يكون صاير يعني؟ لانك انتي سألتي عن امي لهيك تخانقتوا؟ سألته بس ما جاوبني على شي. فكرت جاوبك أو قال لك شيء؟ قلي لي أنت كيفك؟ أكيد متضايقة مشان وضع مراد. خيال، مراد رح يكون منيح، أنا واثقة إنه رح يكون منيح. وجينجو حكى مع حدا بيعرفه مشان المتبرع. ما تخافي ولا تاكلي هم، رح نلاقي المتبرع، لا تضلي زعلانة. زهرة، أنا شوفي إن شاء الله الأمور مشيت تمام ومثل ما كنا مخططين. طبعاً تمام، لكن أول ما تطلع رح تنفذ. ما تاكلي هم، لساتك متذكرة وعدك؟ طبعاً متذكرة. قد ما حاولتي ما رح خليكي تعرفي الحقيقة يا زهرة. أي خيال، عم بسمعك أنا. بدي أقول لك على شغلة مهمة. رح تخليني أعمل يلي قالت لي عليه الست جوليا من شان أنقذ حياة مراد؟ ولا رح تخبري الشرطة بكل شيء؟ فكري كتير منيح وخبريني بقرارك. كنت بدي أسألك عن ساركا، شو عمل وقت عطيتي المذكرات؟ ولا شي، أعطيته المذكرات وخبرته عن الخاتم، قام اطلع فيني هيك بنظرة عادية وبس. ساركان بيتصرف بحكمة. ما عمل ردة فعل؟ ما عمل أي ردة فعل عن قصة هاندا أبداً.